تواصل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومن بينها مديرية شرطة المحافظة الشمالية اتخاذ الإجراءات الأمنية والتنظيمية كافة لضمان السلامة العامة لطلبة المدارس. ويأتي ذلك تعزيزا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية والحفاظ على أمن وسلامة الطلبة في مختلف محافظات مملكة البحرين. ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية وفي إطار حرص الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على بداية آمنة للعام الدراسي الجديد، تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتعزيز السلامة العامة لطلبة المدارس. وفي هذا السياق قامت مديرية شرطة المحافظة الشمالية بدور فعال في الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة وتنظيم الحركة المرورية. قامت مديرية شرطة المحافظة الشمالية بوضع خطة استباقية تتضمن كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية للعودة الآمنة للطلبة للعام الدراسي 2022-2023، حيث تضمنت هذه الخطة التواجد الميداني لرؤساء وضباط المراكز الأمنية للإشراف على العملية التنظيمية، وأيضا الانتشار الواسع لأفراد شرطة خدمة المجتمع من العنصرين لتنظيم الحركة المرورية ولضمان العبور الآمن السليم للطلبة. وفي النهاية نتمنى من أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام الحرص على التواجد المبكر لتفادي الازدحامات، الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، تجنب الوقوف الخاطئ، التعاون مع أفراد شرطة خدمة المجتمع، وأيضا الالتزام واتباع إرشادات إدارات المدارس. وقد امتدت عملية التعاون والتنسيق مع المدارس من خلال التواجد الأمني في محيط المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ما يسهم في توفير البيئة الآمنة والمناسبة في المدارس وجميع المنشآت التعليمية. أتقدم بالشكر الجزيل إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية على تواجدهم معنا بشكل يومي لمتابعة الطالبات سواء في الحضور الصباحي أو في الانصراف، حفاظا على أمن وسلامة طالباتنا. وهذا يدل على الشراكة المجتمعية القوية اللي تربطنا مع مديريات المحافظة الشمالية. وتعد سلامة الطلبة وضمان الانسيابية في الحركة المرورية بمحيط المدارس غاية أساسية تعمل على تحقيقها الجهات المعنية، إلا أن هذه المنظومة لن تكتمل إلا بالتعاون الكامل من قبل أولياء الأمور واستجابتهم للإرشادات والتعليمات الموضوعة لتحقيق هذا الغرض.